السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيم. اليوم رجعنا لكم بلعبة فيجي ذا لونج سناتش. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو سابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نموت. طيب يا جماعة، وصلنا في هذا المكان في فيديو السابق، واللي ما شاف فيديو سابق يروح يشوف الفيديو على اساس تشوف المتعة الموت يا اخوان، لاني تمردخت في هذاك الفيديو لما قلت بس اروح شوف الفيديو القتال مع البلود ماذر اللي هي زعيمة البلود يا اخوان. فاليوم راح نروح الكنيسة يا اخوان، فبنلعب في منطقة الكنيسة، فخلونا نسوي تيليبورت نتنقل الى الكنيسة يا اخوان اللي هو سيميتري. اوكي، فالمفروض نروح هذا المكان يا اخوان. اوكي، فالمفروض ان نلعب هنا يا اخوان، فهذا المكان هو المكان اللي راح نلعبها اليوم يا اخوان. والمكان يا اخي شكله ما يبشر بالخير ابدا. هلا والله، ايش فيك يا حبيبي؟ ليش انت طايح؟ ما فيش في مسكين هذاك، لكن الله يعينك الله يعينك يا حبيبي. نحن فخلونا نتحرك نشوف ال يا زبال. ايش هذا يا حبيبي؟ عندنا الحين عندنا اسمه هياكل عظميه زين، ماسك سيف ما شاء الله عليك، هيكل عظمي ماسك سيف. ها بتعب 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 يا انا انسى يا اخي انسى هذا اللعب، انه في شيء اسمه ذاك لياقه. اوكي يا اخوان، اوكي انا عندي عشرة اسمه هيلينج بوشن، فالامور زي العسل يا حبايبي، فالامور زي العطر. خلينا نشوف تحت قبل ما تنزل. فلا لا، لازم تشوف تحت يا اخوان، لازم تشوف تحت. اذا ما شفت تحت عادي تموت. تعال تعال برص، تعال. وانت راسك كيف؟ راسك كبير ترى، صح انه باقي لك عظام بس، ولكن بعد راسك كبير. لكن هذول اقوياء ترى، من سمم هذول الهياكل العظميه. شو كيف يضربك يا ساتر؟ كيف يشيل من هيلث مالك؟ مع اني انا يعني طورت هذه الشخصيه، ترى انا طورتها يا اخوان، ولكن بعد يعني اتمردق. هذا دليل ان هذا المنطقه مش سهله يا اخوان. هذيل الاعداء اللي يعتبر يعني اعداء يعني العاديين وكذا اقوياء. كيف الزعيم اتوقع بيكون مره عذاب الجحيم يا اخوان. حلو، وش هذا اللي تحت يا اخوان؟ ايش هذا اللي ينبض؟ من امتى؟ ايش هذا الخيوسة؟ ايش هذا الخيوسة؟ خبرني. طيحت انا، طيحت اخوان. لحظة لحظة لحظة، شوية بس، شوية مساق حبيب. لفلنا، اوكي فيري نايس. هذا يعق راس هذا يا اخوان، يعق راس هذا. لحظة يا زبالة، هذا منين طلع الثاني؟ احلب بس، انت تلعب سبول ما شاء الله عليك. لحظة انا عارف ادبك، لحظة. انت جايك تسمع شيء اسمه موليتوف؟ ابلع. هو هذا الموليتوف. يا اخي قوي يا اخي. شو كيف يا اخي؟ يعني صعب تقتله. اوكي. شيء ايش يسموه ذيله؟ اوكي انا خليتهم زي الدرج يا اخوان. زي الدرج. يا ساتر، الشورت يا اخوان. هيلينج بوشن زين، اعطوني هيلينج بوشن. يا زباله، لا قصعك راسك، ابلع. ها انت تعق راس، انا عق مليتوف. كذا بنكون متساويين يا حب. انا بموت، لا بموت. بسرعه هيل. اوكي كام اون مان، كم واحد هذيل؟ اوف، واقدين اخوان، واقدين. لكن اعرف كيف ادبكم، كذا بدبكم. واحد منهم مات كذا، جالسين عند المدخل ما يصير ترى. ايوه كذا بس. اوه خلص الموليتوف يا اخوان، ما عندي موليتوف. وات، انا بروح ملحه، ما اقدر اروح فوق هنا؟ نوب.
I cannot to go up. Okay. خلونا نروح هذا المكان نشوف الصوب الثاني. Maybe there is something. Okay, let's go down. ما فيش حاجة تحت؟ ما في. فلازم هلو. هذا يقول لك انا عندي شيء متطور. عنده بعدك عندك اسمه عندك سهم. هذا ما عنده سيف، عنده سهم. يا الخفافيش ما فاضلكم، والله ما فاضلكم. انا باقي لي اخوان 7 بوشن هيلينج بوشن، فلازم نركز يا اخوان. اوكي شفتوا هذول اللي متعلقين؟ اطلع برا، انزل تحت يا زبالة. اوه اثنين يا اخوان. انا ما عندي سي. هذا ما قال لي قربه، خليني اقربه. هذا قنبلة شكله. اي قنبلة طلع. نايس. اوكي طلع عندي قنبلة، انا ما عندي خبر. ابلع ابلع. دار راسك حبيبي، دار راسك. ايوه كذا كذا الشغل يا حبيبي، كذا الشغل. بل بالقنبلة عارف اديبكم انا. هذا يا اخي خايس، هذا والله خايس. ابلع ابلع انت وقفز مالك. هذا اوكي خلينا نروح فوق. فيري نايس. لحظة قبل ما نروح فوق ابغى اشوف هذا الصوب اذا في شيء يا اخوان. ما في شيء صح؟ لا يا اخوان شكله ما في شيء هنا. اتوقع لو نزلت اموت انا صح؟ اتوقع هذا شكله 200 اموت. فخليني اروح هذا المكان واشوف اذا كان في شيء قبل. انا جيت من هنا يا اخوان، انا جيت من هنا. لما تضاربت مع مذيله، لما كنت اعقلها مليتوفز. فشكل اسمه الطريق هناك. اوه انا ما شليت هذا. وينج اوف بات. تتوقع لو نزلنا هنا وش بيصير؟ انا غبي، انا اريد اموت. فاحسن لي اروح هنا. جامبو جامبو يا حبيبي جامبو. يا زبالة يا زبالة. هذيلا يا اخي هذيلا اقوياء ترى، والله اقوياء. وغم ما يموت بسهولة، لو تلاحظوا انه ما يموت بسهولة. لا تضرب. لحظة لحظة موت. كيف اموت؟ كان بيقتلني الزبال هذا. صح انك زبالة. اوكي خلونا نروح هنا نشوف اذا كان في شيء. If there is anything here, nothing. Okay, let's go. Let's continue. خلونا نروح. Okay. ما فيش حاجة هنا؟ في شيء فوق يا اخوان، في شيء. في شيء يا اخوان، في شيء. Okay, خلونا نسيف يا اخوان. We have to save. لان كما اقول لكم دائما ان اذا ما سيف هذه الالعاب يا اخوان ترجع من اول. But this is not good for me or for you. بنزل هنا يا اخوان. Let's go down. This place is very creepy. صراحة هذا المكان ما عجبني ترى، ما عجبني الاجواء. الاجواء كذا يعني تحسها اجواء باهتة. انا احس ان في زعيم. لا بروفيسور هذا. I know you are listening. Don't ask me about Bruna. She is not important anymore. Because I have better option now. Wabush. Strong faith, young, healthy, special sense. I'm very curious about your family history. I believe there must be something usual. You are not the first pair of the twin sister in town, but based on the result I have, your family history and the old one's religion have much in common. For example, blonde twins akin to Seth and Larrabee. Oh my god, the messenger. Okay, تتكلم واقدة حبيبي يا بروفيسور.
تتكلم واجد. اوكي خللنا شيء يا اخوان. ما ادري شو هذا سكارلت. سكارلت لحظة في شيء هنا. يو سكارلت هذا وين؟ كنا شلنا مكان ثاني؟ طلعنا من هذا المكان يا اخوان. Death Destination. Hello. أنا يا أخوان أنا أقول لكم صدقوني راح ينتظرنا شيء خايس هذا المكان. بروح هذا المكان. بس خلينا نروح هذا الصوب قبل ما نتجه الصوب الثاني. يا أخوان هذا المكان ما يبشر بالخير أبدا. إيش هذا اللي تحت يا أخوان؟ يا زبالة. اوكي انا قاس انزل بس. حلو اندر يقول لك زومبي متطور مع السناسل. ما صح انه ما اخويا يموت بسهولة ولكن هذيل ابو متعلقين ترى انتو ما قلادة. والله انتو ما قلادة. ما يكون على بالك انت قلادة. وي انت ما قلادة. وابو شنب وابا. اوكي شوي شوي يا اخوان شوي 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 شوي. تيك ات ايزي. والله مكان كذا مكان فيه كآبة يا اخوان. كئيب جدا. مكان كئيب. مكان فيه كذا تحس انك ها تحس كذا فيه عذاب. تحس هذيل الاعداء معذبينهم كذا. هذا اللي احس انا. لكن ضعفاء ترى ضعفاء. لكن هذيل ابو قلاده ما في سالفتهم بس كذا معلقينهم بدون فائده. كان يعطوك بس يعطوك السورز بالبلاش يعني. اوه لا لحظه يا حبيبي لحظه. والله ما عندي خبر انهم موجودين فوق هذيل. انا بس قحمت. اوكي فور ناو وي سبوست تو جو داون. وين المفروض نروح؟ نروح تحت. اوكي بنروح. انا بروح قدام يا اخوان. بروح قدام. خلينا نشوف تحت اذا في. يا ساتر تحت في اشواك يا حبيبي. اذا نزلت تحت انا ميت. This is a reflection. ايش هذا؟ اوكي طلع فيه ليفت يا اخوان. ليفت مخفي. نحن وين قاسين ننزل؟ أنا أحس قاسين ننزل عند واحد هيجي. وإيش قلت لكم؟ وإيش قلت لكم يا حبايبي؟ هذا وإيش قاسي يسوي؟ مستخبي وقاسي يأشر. أي زعيم غبي هذا اللي كذا؟ أوكي. هلو كذا بيكون السالفة يعني. هو بيقيس يستغبي ويجيب اخوانه. والله العظيم بيهلكنا شكل هذا الزعيم. لا 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 يا حبيبي لا. هدي 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 يا حبيبي هدي. والله انت يا زبالة. اطلع منك. اطلع بسرعة. لا تجيب هذيلا. لا تجيبهم. تعال. اوكي تو اجيب من فوق بعد. عنده حركات ثانية يا اخوان. تعال تبي يجيب اخوانه. ضربني. هلف يا حبيب. هلف يا اخوان. هلف. صار كذا تو. اقحم. ما بقل شيء يا اخوان. اقدر اقتله. اقحم. اوكي هيلث. فول هيلث. يفضل فول هيلث. اوكي. ابلع. ضربني. زباله ضربني. اوكي. ما بقل شيء يا اخوان. ما بقل شيء. خلاص يموت هذا. يموت. مات؟
هذا كان بس اسمه وجه الاول. اوكي يقول لك ضربني يا اخوان، شكله ما سهل. شت، انا ميت اخوان، انا ميت، انا ميت. انا ما عندي هيلث يا اخوان، انا ما عندي هيلث. اخوان شكله ما سهل، شكله ما سهل ابدا. شوفوا يا اخوان، وجه الاول سهل، اوكي، وجه الاول مره سهل، ولكن وجه الثاني صعب تقتله. وانا ما عندي اسمه ذاك، ما عندي، انا عندي بسمه اربعة بس اسمه هيلث، فصعبه تقتله باربعة هيلث. فلازم نرجع لاسم المدينة. انزين نرجع للمدينة والقرية اساس نشتري اسمه، نشتري الهلف بعدين نجيل هذا الكلب. ف لا لا، ما كان قزع قنبلة يا اخي، ضيعت قنبلة ببلاش. لحظات يا حبايبي، والله انا ما فاضلكم. مشكلة يا اخوان، انا ما عندي هيلث، ولازم ارجع اسمه القرية، لازم ارجع القرية، لان اذا ما رجعت القرية لحظات قبل ما ادخل بشوف اذا في شيء هنا، لان ساعة انا ما كملت، يمكن في شيء يعني مفيد، يمكن يطلع لنا في شيء كذاك مفيد. فقبل ما ذاك، اوكي وش هذا؟ هل في شيء هنا؟ خليني اركب. لحظة، ما يخليك تركب. انزين، ما شاء الله عليكم كلكم تحت. هنا كان في شيء يا اخوان، ما في شيء؟ انزين، انا جيت من هنا صح؟ فشكله ما في شيء، يعني ما شغيت راح الا الزبال هذاك. لكن سؤال، ما كذا السؤال، انا كيف بروح له وعندي اربع هيلث بس؟ صعبه يا اخي، صعبه يا اخوان، صعبه. اوكي صعبه، وقاس يضربني بعده. لكن انا كنت حاس، والله كنت حاس انه راح نواجه الزعيم. شفت هذا المكان كيف، شفت كيف طبيعة هذا المكان، عرفت ان اكيد راح نواجه شيء من الزعماء. وش اقول لكم، بس انا مالف اخي، ما اكيد بضربه، لكن بحاول يا اخوان. الغم اول بداية يستغبي، ما يطلع من مكانه، قاعد سلك هناك. ما شاء الله عليك، صار يجيب اسمه. 6-6 الحين. لا، هذا زبالة بالله. كامون ما يصير كذاك، ما يصير اخوان، ما يصير. تعال، والله زبال هذا الولد. صوب يمين يسار، ما شاء الله عليك. صوب انت يجيب لي اياه، صوب. انا ما بقتله، لان ما بقى لي شيء عاد هل. ما بقى لي شيء. كيف ضربني في الزبالة هذا؟
هذا لما يطلع العين مو سالفته، وش قصده؟ لو لاحظت انا ميت يا اخوان، متكدسين هذيلا. شوف الوجه الاول سهل يا اخوان، الوجه الاول سهل، هو ما انه بعد واقع سهل لاني تمردخت، ولكن فهمتوا يعني الوجه الاول لا بأس، لكن الحين خبروني كيف بقتله؟ بقرب عقله قنابل، والله ماش غير تسلك كذا. ابلع. تعال تعال. تعال يا زبالة. لحظات. لحظات لحظات، لا تجيني لحظات. ابلع ابلع ابلع. كامون. والله ما يصير. والله السكين والله مفيد، لكن بيقتلني هذا لاني ما عندي هيلث. هو حصلت عندي واحد، عندي هيلث واحد باقلي، انا ما عندي خبر، لكن ما بقلل السكين. كيف رجع نفس الشيء؟ رجع نفس الاول. لام ضربه في العين يا اخوان، في العين في العين يا اخوان، في العين. ايوه كذا، ايوه كذا، ما يخلوني ما يخلوني يا اخوان. اتوقع بيرجع، تو بيرجع، بيطلع مره ثانيه بيجيني. ايوه عرفت والله. كامون مان كامون، ايش هذا المسخره؟ انا ميت انا ميت يا اخوان، انا ميت. هو ما صعب، صدقوني هو ما صعب، هو ما صعب، بس يحتاج له، تعرف ايش يحتاج له؟ بس نروح نشتري الهيلينج وبعد الامور طيبه. ولكن انا راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان يا اخوان، وان شاء الله في الحلقه القادمه راح نقتل هذه الزباله. كان معكم عادل من قناة إنفين جيمينج، وانتقانا في فيديو القادم. سلام.